بسم الله على بركة الله، غنحتاج لهاد الكيكة. عندي هنا جوج ديال البيضات، عندي كسلة رو ديال الزيت، وعندي كسلة رو ديال السكر سنيدة، والحلاوة كتبقى على حسب الذوق واش تزيدو ولا تنقصو. عندي كاس ديال الحليب، وغنحتاج معلقة كبيرة ديال الخل، عندي جوج ديال الخمارات، وعندي صاشي ديال السكر فاني، قبيصة ديال الملح، والدقيق عندي هنايا الدقيق على حسب الخليط. بسم الله، غنبداو بالحليب هو الاول، غنديرو فيه معلقه كبيره ديال الخل، بحال ما هكا، ونحركوه. حركوه مزيان بحال هكا، ونخلوه هو الاخر، نخلوه على جنب. بسم الله، هنايا غندير البيض، غندير السنيدة، وغنزيد هنايا السكر فاني، غنطحن مزيان هاد السكر مع السنيدة مع البيض، غنطحنو مزيان حتى يتجانس مزيان. بعد ما طحنتو حتى ولا بحال ما هكا يتخلط مزيان، دابا غندير الزيت. الزيت غنقسمو على شحال من مرة، ماشي غير مرة واحدة، غنطحن ونعاود نزيد داكشي اللي بقى. صافي، ها هو طحن طوط ولا بحال ما هكايا. غنبدا غنزيد هنايا ندير الحليب، الحليب ها هو كيفاش ولا بحال الشكل ديال الريق. هنايا غنخويه هنا في هاد السبيرة باش غندير ليه الطحين. صافي، دابا غنبدا نزيد فيه الدقيق، وغنزيد الخمارة، بسم الله، ما ننساوش قبيصة ديال الملح. صافي، دابا بعد ما خلطت هذا والقوام ديالها كتكون بحال ما هكايا، كنتأكد منها كلها واش مخلطه مزيان، ونهز يدي بحال ما هكا. انا عندي هنايا اللاطه، راني دهنها بالزيت ورشها بالدقيق، صافي. دابا بعد ما درت الكيكه، درتها هنايا في اللاطه، ندخلها للفران، الفران يكون ناقص وبلي طيب، ان شاء الله نعاود نتلاقاو نشوفو الشكل النهائي. العافيه تكون مهيله، ما تكونش مجهده العافيه بزاف باش ما تحرقش لنا الكيكه ديالنا، وكنحافظوا عليها، كنديروها بحال ما هكايا في المقله الثقيله باش ما تحرقش لنا من التحت. وصافي، دابا نتلاقاو في الشكل النهائي. هذه هي الكيكه ديالنا، كتجي بحال هكايا، وزينتها هنايا، درت لها شويه ديال الكوفيتير، ورشيت عليها الكوكم الفوق،
الزين دائما كيبقى على حسب الذوق. الى عجبتكم الكيكه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.